انا يعني الروح دي روح رائعه، لانه في الاخر خالص تعال اسال بقى اخونا المسيح، هو تاريخيا مش محتاج، يعني مش محتاج الرساله دي توصله ان هو جزء من الوطنيه المصريه، انما لما يسمع رئيس الجمهوريه بيسال على فين الكنيسه، طب عملت الجامع فين الكنيسه، ما خبر حضرتك لما يجي الرئيس يقول لك اهل الشر، هو عايز يقسمك، يقول لك اصل انتوا مسيحيين مش واخدين حقكم، لا اهو واخد حقي، لما يجي يقول لك اهل النوبه كذا، لا هم واخدين حقهم، رساله في منتهى القوه. قال الباشمهندس ايه؟ قال رئيس اسف لوزير الباشمهندس وائل، قال له شكرا باشمهندس وائل، دي موضوع مش معاك انت، مش انت في تبرعات ولا مش تبرعات ولا لا لا، فين وزير الاسكان؟ انا ماليش دعوه بالموضوع، بيقول انا ماليش دعوه بالقصه بتاعت مهندس وائل وفي طلب على كنيسه ولا فيش طلب. اي مدينه جديده تبنى جامع، وطبعا هيبقى في مثلا 10 جوامع وكنيسه حكم العدد يعني، بس الرساله في النهايه ايه؟ اهلنا من المسيحيين، مش في ذمتنا بالمعنى التاريخي صاحب، رغم ان هو كان معنى ساعتها يعني مناسب جدا، انما النهارده هم مواطنون له الحق في العباده زي ما اي حد له حق في العباده، ولابد ان يكون له دور عباده تليق به زي ما احنا كمسلمين يعني لنا دور عباده. في الاخر خالص نحن شركاء في وطن واحد، ولا تمييز بيننا بحكم الدين او العرق او اي اعتبار اخر. شكرا سيادة الرئيس، أنا فخور بأنك أنت رئيس مصر.